هل يجوز للمرأة استعمال دواء ليطول شعر الرأس؟ لا بأس بذلك، إذا جرب هذا الدواء وعرف أنه يصلح شعر الرأس بعد استشارة الأطباء المختصين في هذا فلا مانع من ذلك، خصوصا إذا كان المرأة تحتاج إلى هذا بأن كان شعرها قصيرا أو لا ينبت لها شعر، يجوز أن تتعاطى من الأدوية ما يصلح شعرها. نعم.